واحد الحادثة وقعت لجوج ديال الخوت، بنت عندها 17 عام وخوها عنده 18 عام. من بعد ما كملوا قرايتهم وشدوا الباك قرروا باش يكملوا قرايتهم برا البلاد بحال كاع الناس اللي عندهم لي مويا او اللي تيدوزوا لي كونكور وتنجحوا فيهم. نجحوا جمعوا الباجاج ديالهم ومشاو باش يقراو كل شي مزيان، دوزوا عام ديالهم في ديك البلاد وفي ديك ليكول. مرة مرة كي يتصلوا بخوتهم وبدارهم عن طريق الميسنجر كيتواصلوا عادي، كل شي داز مزيان. وبجوج بيهم الناس اللي تحافظوا على الصلوات ديالهم، ديجا من قبل كانوا من الناس اللي تحفظوا القرآن وتعلموا الدين ديالهم في الكتاتيب القرآنية، ذلك نظرا ان باهم كان ديجا فقيه في الجامعة وكان كيصيفطهم. هاو داز الايام ايام في ديك المدرسة، داك الدري خوها تعاشر مع شي دراري اللي ما هماش مبليين، ولا تيجي للدار في ريحة الكارو حيت هما كانوا فاش مشاو مسكنوش في الحي الجامعي، قرروا انهم يكريو شقة باش يبقاو فيها بوحديهم، يعني باش يكونوا منعزلين على دوك الدراري ديال ليكول اللي تيقراو معاه. المهم كانت تيجيها فيه ريحة الدخان الكارو، وكانت خشو ديما تنصحو يرجع ويحيد عليه داكشي. واحد النهار كاع جا سكران نصحاتو وقالت لي هادشي اللي كدير فيه راه ما خدامش ليك، غتخرج عليك وغتخرج علينا. حتى بان ليها صافي قطع داكشي وبدا تيرجع ودا بكلامها. حتى جا واحد النهار دخل للدار فين ساكنين وعطاها واحد العصير، واحد لو جو. وهي ديك الساعات كانوا عندها لي زيكزام، كانت كتحفظ مشغوله، وكان خاصها ني تهرس داك العيا بشي حاجه. هزات داك العصير شربته شويه، جا واحد الاحساس في شكل بحال ملي كتشرب شي عصير ديال الطاقه ولا شي مشروب ديال الطاقه، عجبها داك الشيء. من تما بقات كتوصي خوها يجيب ليها بحالو، ودازو شي ايامات ولات كتحس براسها بحال ضروري ضروري خصها تشرب داك العصير، يعني الا ما شرباتوش ما يتقادش ليها المزاج. ولات ديما كتسنى خوها يجيبو معاه فاش يكون جاي شويه، هي تقول اجي بلاتي ياك ما تمايا. عاقش بلي راه خوها تيدير ليها مخدر في العصير باش يبليها، وفعلا اختو ما قدراتش تستحمل القطعه ولات كتقول ليه جيب داكشي شويه. ولفات داك العصير ما بقاش يدير لها والو، دازو الشراب شويه دازو الحشيش، حتى وصلت بهم انهم ولاو تيضربوا لي باري ديال الهيروين. فاش تقبلوا في هاد المدرسه كانت خرجت لهم واحد لابورس اللي كانت كافيهم ومعيشاهم، يعني ما يحتاجوش شي اعانه من الاسره ديالهم ماديه، يعني هذيك الفلوس ديال لابورس كانت كافيهم. وهما يا من شدة ديك البلية دوك الفلوس كاملين كانت كتمشي غير في البلية في الحشيش والكارو والشراب. خوها في الاول يقدر يكون ضرب حساب لهذا الشيء، اتلقاها قال دابا الخوة درية عندها لابورس ديالها، الا ولات حتى هي تضرب بحالي غادي نوليو نتشاركو، والا سالو ليا الفلوس نولي ناخذ من عندها، اولا تولي تدور ليا الجوان والكارو محتانيش باش ما تقولهاش للوالد يتم جاي ليا بوحدي ولا شي حاجه. المهم فاش غنكونوا بجوج راه ما غتصطمش تمشي تقولها للمهم الدار. هاد خوها هذا واحد النهار دبر على واحد البرد ديال الهيروين من بعد ما سالو ليهم فلوس باش ياخذوا، وكانوا مقطوعين هو اختو ما عرفتش شحال من يوم، وهذا اختو بدات كطلب فيه باش تقسم معاه ديك البرا، ما بغاش في الاول، بقات تبكي عليه وبست ليه رجليه شويه، هو يقول لها نعطيك ولكن بشرط غادي تنعسي معايا. هي مع القطعة وكتبان ليها برا وحدة، ومدة هادي ما خداتش قبلاتش نعسات معاه وما رساش معاه خوها. وملي سالا معاها قالت بانه راه لحل هذيك البرا بحال ملي كيلوحو لشي كلب عزكم الله شي عظم ولا شي طرف اللحم، وقالت ليه عافاك راه ما كنعرفش ندقها، دقا ليا وبقات تطلب فيه باش يدقها ليها حيت هي ما كتعرفش كيفاش تدق داك العجب. وواحد المره جا عندهم للدار واحد صاحب خوها حتى هو تيتعاطى المخدرات، كانت عنده برا زايده، وهي تقول ليه اعطيها ليا ولا قسم معايا، بقات كتطلب فيه مبغاش، هو يقول ليها حتى هو يا باش كتنعسي معايا. هي مع قوه القطعه وسبقات للبيت، دخل عليها وقال ليها تحيدي الملابس ديالك، حيداتهم ويقول لها هاد الحسية صباطي حتى ترجع تيبري. هي مسكينة بقوت القطعة ودارت داكشي اللي قال ليها، وملي سالا عطاها البرا وقالت بأنها راه ملي خداتها من عندو خرجت كتجري عند داك خوها بلا حوايج باش يدق ليها حيت هي مكتعرفش تدق ديك ليبرا ديال الهيروين.
الهم الوحيد اللي كان عندها هي وأخوها في ذيك الوقت في ذيك البيريود هو أنهم ياخذوا ذيك البرا بأي طريقة ممكنة، حيت كانوا مدمنين لواحد الدرجة، فهمتي، وصل بهم الإدمان لدرجة أنهم قدروا يتنازلوا على كل شيء، المهم يحيدوا عليهم ديك القطعة، لدرجة أنهم مشاو عند واحد البزناز اللي جايبي عليهم داك الشيء وقالوا ليه أعطينا اللعيبات حتى بيد ما يوجدوا الفلوس وغادي نجيبهم لك يعني بالكريدي. ما بغاش هو يغمز داك دري خوها، يعني عطاه واحد الإشارة بأنه راه بغا أختو، فهمو شنو بغا يقصد من ديك الإشارة، هو يدفعها ليه وعطاه بيت فين يمارس عليها، وملي سالها عطاهم وحدة قسمها هو وأختو. وصلوا فيهم الحالة أنهم ولاو تيدخلوا للمطاعم وياكلوا الشياطة ديال الخبز ويحطوا الطباصل في المحلات، وبعض المرات كانوا كيدوروا لباهم باش يصيفط لهم فلوس، كيقولوا ليه بأنه راه عندنا امتحانات قربوا لي زيكزام، صيفط لنا باش نشوفوا كيفاش نديروا مراجعات، باش هادي كيتشحايلوا عليه باش ياخذوا ليه فلوس ولا باش يصيفط لهم فلوس باش يشريو داكشي. وباهم سايقش لهم اخبار هاد البنت هادي، كانت واحد النهار كدوش وملي دخلات يعني بداش كدوش بحال هكا، بداو كيتساقطوا منها كيطيحوا منها واحد بحال الطروفه ديال الدم، وما هذوك راه بقوة الجنس اللي كتمارس مع داك صاحب خوها ودوك البزناز اللي تيجيو عندها للدار، وبحال شي اجنه كيطيحوا ولاد تيطيحوا بحال قلتي زعما الاجهاض، اجنه تيطيحوا يلا تيكو كما كيما كيكملوش وقيله الشهر وتيطيح بقوة من داك الحمل المتكرر. واحد البنت صاحبت هاد البنت هادي اللي كانت كتشوفهم بدات كتبان ليها بحال بداو كينحرفوا على الطريق، قدرت توصل للنمره ديال التليفون ديال العائله ديالهم، اتصلت جاوبها اخوهم الكبير قالت ليه ها ما كاين ما كاين اشنو ولاو تيديروا، خوها جا فين البلاد فين تيقراو جا لقاهم قال لك فاش دخل عليهم، هي تتعاود قالت لك فاش دخل عليهم لقاهم يعني عريانين في واحد الحاله ديال السكر، دخل بحال هكايا وشافهم في ديك الحالة هزهم داهم السبيطار ديال معالجة الإدمان داهم لتمايا، المهم من بعد الفحوصات الطبية و فهمتي والإجراءات وداك الشي لقاو بأنهم مدمنين على داك الهيروين ولا داك المخدرات، وبقاو عندهم السيدة. المرض الخايب جراء دوك الممارسات اللي كانوا كيديروا. العبرة اللي ناخدوها من هاد القصة هادي بالمناسبة هذه راه قصة واقعية، الاستفادة اللي غنستافدو من هذه القصة هذه وهو أنه البلية كتخرج على البشر، هذه راه ماشي هضرة جديدة، هذه راه هضرة قديمة، صحيح أنها فعلا كتوصلك لواحد بحال قلتي تخلي بنادم يتنشوى، يعني كتأكتيفي ليه واحد الهرمون اللي تسمى الدوبامين، هذا الهرمون هذا هو المسؤول على السعادة، كيتفرز بشلا بزاف ديال الطرق، غير هو عن طريق المخدرات بحال قلتي واحد الطريقة اللي غير قانونية الجسم ديالنا في الكور ديالنا، ايه هو راه كي اكتيفي داك الهرمون باش تحس بالسعاده، ولكن راه عنده بحال داكشي عنده اضرار مستقبليه على المدى البعيد، هذا هو مشكل ديال المخدرات. نصيحه للناس اللي فهمتي شي يقدروا يستدركوا راسهم، يعني باقي عليهم الحال وصلوش لهاد الحاله ديال هاد الجوج هادو، نصيحه قطعوا داكشي شوفوا كيفاش ديروا، يا اما تمشيو تعالجوا يا اما تمارسوا الرياضه. مؤخرا خرج واحد وقال المدير التنفيذي ديال شركه فيليب موريس اللي هي من الشركات الكبار ديال التبغ ديال الكارو مار البورو وداك مشتقاته، خرج بواحد صريح قال لهم على انه راه خصنا نخرجوا بشي قرار نشوفوا كيفاش نديروا نقصوا او نخليو الناس نوعيو الناس بانهم يحيدوا عليهم الكار، وهادشي راه بسبب الاضرار الوخيمه اللي كيوصل ليها، لدرجه انهم قالوا بينهم دار واحد الاحصائيه قال لك كل عام سنويا تيموت واحد 8 مليون بسبب هاد البليه هاد. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، مختلف شويه على الفيديوهات اللي فاتوا، المهم الا عجبكم خليو كومونتير، بقاو لوحوا بحال هكا قصص مره عبر مره كذا، خليو لي دي كومونتير اللي عجبكم هادشي هذا، ما تنساوش لايك شير بارطاجيو مع الناس باش تعمل فائده، وإلا كنتي جديد أول مرة كتشوفنا في القناة دير سبسكرايب وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.